على عيد كبير طور ابني بده صيصان، رحت بدي اشتري له في بسطه واحد حاطط صيصان ملونين على طرف الطريق، اجت وحده شكت قدامي حاطه يا سيفل على القعده طايل على العالي العالي، نزلت وقربت لعنده قالت له عندك صيصان اورانج؟ قال لا ايه، قالت له بدي شي 40 50 صوص اورانج. قال لها مدام شو بدك فيهم؟ قالت له خيي شو إلك معي؟ قال لها اوكي عندي 50 صوص اورانج بس شو بدك تعملي فيهم؟ قالت له بدي ربيهم. اخذتهم وفلت قربت انا قلت له شو عندك الوان وبشو بتنصحني؟ قال لي ليكي عندك هيدا الاورانج عظيم بس مفكر حاله فرخ طاووس بده يصلح كل شيء وبيضله صوته طالع. وعندك هيدا الازرق، الازرق قمر بتحسيه ماشي والمستقبل ماشي ورا. وبس كتير يتحمس دغري بفت الكرافات وبيشلح الجاكيت. وعندك هيدا الاحمر والابيض، هيدا الاحمر والابيض شاعر بصوصي على الوزن. اسالي حيالله سؤال جربي بقلك يعني عم بقلك طبعا 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 اكيد اكيد اكيد. وضد عقله تحطوه بقفص. وعندك هيدا الاخضر استاذ كله امل شاطر بيزمط من كل قطوع وحامي حاله بالصصان الصفر. هلا هودي الصصان الصفر هن صفر من الله يعني خلقت الله تابعين لله ما فينا ندق فيهم بس اذا انحشروا ايه بصيروا سود وبينزلوا عراضة بالشارع وزيحوا من الطريق. وفي واحد واقف بالنص بيروح عند كل واحد شوي معلش شو يا ريمون معلش بلا معلش مش معلش صراحة أنا احترت أي لون بدي أشتري لابني، إذا أخذت من كل الألوان بقبروا بعضهم، وإذا أخذت لون واحد رح ينسمع علي، آخر شيء قررت أشتري له ديك، لأنه الديك في كل الألوان وصوته عالي وكلهم بيمشوا ورا، ما حبيت ابني يشوف صورة لبنان بالصيصان، بدي ابني يشوف صورة بلده بالألوان الطبيعية.